مركز الشرق الأوسط للديمقراطية والعنف مند بالتعاون مع معهد الإعلام العصري يقدم المسلسل الإذاعي حدوتة البلد، تأليف حسام أبو عيشي، إخراج أحمد أبو سلعوم. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا وسهلا. بس انا اول مره راجعه دارك على ابو جمعه ولا مره جابني. لو سهله لو سهله. سامع يا ابو جمعه؟ ابو جمعه مش سامعنا. بلش يضيف حاله لحاله، نازل صف بالغريبه. صحه وانت عافيه. انا بحب بموت عليها الغريبه، ما حدا يجيب سيرتها، بس اشوفها بغف غف عليها. صحه يا ابو جمعه، اسحب ولا يهمك يا رجل، اسحب الغضيبه غضيبتك. مش اليوم في طهون عندي. مبروك طهور الولد، مبروك. الله يبارك فيك. وين رحتوا بالشقفه؟ ابو جمعه بيسوي مقلوبه. هذه الحفله قلت لابو جمعه اجوه عليك، الله ما تيجي الا وابو الياس معك عشان تشوف كيف الطهور عندنا. هلا ابو الياس. هلا اهلا وسهلا فيك. اليوم يا ابو رأفت المعظم بيطهر الاولاد، مش مهم مسلم ولا مسيحي ولا يهودي. مزبوط يا سليم، والله كلامك مزبوط. من ناحيه صحيه ثبت انه الطهور مهم. هذه بنت اخوي ما هي بتشتغل نيرش. ايه حكت لي. يسلم لسانك، يسلم. والله ما شاء الله بتفهم. شو رايك يا ابو الياس، هاي اللي مطهر هان نمعطها؟ شو شاور عقلك؟ الله يفتح شيطانك، يعني في المين بتذكرة. جيراننا دار أبو جاك كل أولاده وأولاد أولاده بيطهرهم بالمستشفى. أنا بحب هان في الضام، في الضام هان. والله يا مرافة، أنا زيك كنت بتعرف جلم بالدار. عشان مرة جيت تعشيت عنا لأن بكى عنا طهور. سلامة خيرك. مرة كرشاد ومرة كوشة محشي. الله لي حاسبهم بالنفط. والثالث أظن مكلوب يا بتنجان. عجل الحال يا أبو جمعة، خلف الله عليك، اليوم بده طعميك. هيك غضيب صرت سافف ما شاء الله، بيجي 2 كيلو. سلامة خيرك. شوف النسوان منين تحت مبسوطين وبيغنوا وبوتشلوا سلامة خيرك، مهلبية ورز بحليب وتنشي. ايه وكيف مهلبية ورز بحليب، واحنا على حبة الغريبة الناشفة مية فيش، خاف ربك. ايوه انت صبرت، انت شفت الغريبة انعمك مارك، بلشت فيها مكاولة. اي والله قطعت خلفها حتى. طيب يا عمي، انا شفتك وبشهد عليها. يا عمي طيب، بدناش نغني سالم ابن عطوره. والنمانو شي بدناش نغني ولا لا يا ابو جمعة؟ بدنا نغني لسالم وخوته، وكل واحد بتطهر من روحنا بسطوه. يسلم انسانك. ايوه يا جماعة، انا بحب الطربي كتير، والراس اللي فيه كيف حلال قطعه. تحكي حكم يا ابو نياس، ما شاء الله عنك متربي منيح. شفتوا هذا اللي بده يغني؟ شفته؟ بتعرفه يا سليم؟ احمد ابو الفهوم. ايوه مزبوط. ايوه هذا بيعرف، هذا ابن خالك ما هو شيء. عرفتوا هذا؟ صلاح هذا. ما شاء الله. صلاح. هذا لابو. لا هذا بيشتغل بروح مع الاولاد ببسطهم في المدارس، بسوي مسرح. ما شاء الله. هذا احمد ابو الفهوم بالازرق، وين ما كان بشوفه، بالزفه بالمظاهره بالطهور، بقول لك صوته بلعلع. احمد يا احمد. يا احمد. احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها هي البابونج والشاي جاهزين. اجدي صوتك بهالكاسه وبدي تلعلعها. عندنا ابو الياس هذا جارنا بدي تبسطه. على راسي يا ابو جمعه. اي والله اللي بشوفك منجلي صوته وصدره. الله يسعدك. بس تسمح لي بهالبيتين، بدي ارحب بالضيوف وخصوصا ابو الياس حبيب الشعب. تستم ولا انك بركه الله يخلي لك اهلك. منين انت عمو؟ انا من
حي سلوان. يا حي الله لا يبارك لهم على وجه. كل ما بشوف هالخيمة الصبح أقول الله لا يبارك لهم، كيف بردوا على حالهم وضميرهم إن الناس تنام بالشارع. أني منهم، خيمة واد حلوة ولا خيمة البستان؟ ما فيش فيهم ولا واحدة حلوة. أيوة حدا بشوف خيمة بضل مبسوط. إن شاء الله كل الخيمة يموهم ناس تقعد تجوز. أوف أوف، حي الله يا أبو جمعة وأبو الياسي، وحييكم يا رجالنا ويا تاج راسي. تسلم تسلم تسلم، الله يبارك فيك، تسلم. وانتوا والله قدوي لكل الناس، وانتوا اغلى وعز الاحباب. اهلا وسهلا شرفونا احبابنا، واهلا وسهلا شرفونا احبابنا. والله يا هنا ويا من حباب هالجيين. ايوه انني بصحبتك تحلى فيك هالسهليه، وابو لقفت بالقلم والجود بيقول لك نولت الدنيا جيد المديحيه. اشلع. الله الله الله، تسلم تسلم تسلم، الله يبارك فيكم. يلا يا شباب بدنا نحميها، خلصونا قاعدين نشيل واحد زينا، حط المهلبيه من ايدك بدنا نحميها. يلا يا ابو حميد، امعد ابو حميد تبعت الطور يابا. يلا ماشي، يلا 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 كنا بنرد مع بعضها. يلا طهروا لي سالموا سلموا لموا، طهروا لي سالموا وسلوا لموا، ويا دمعته سالم نزلت عاكم، يا دمعته سالم ايوه نزلت عاتمو، وطهروا لي سالم وسلموا لعمو، وطهروا لي سالم وسلموا لعمو، طهروا لابو الياس يا شباب. وفصلوا يا خالو بدلي من حلا، وفصلوا يا خالو بدلي من حلا، وسعوا الميدان وباب المظافر، وسعوا الميدان وباب المظافر، طهورك يا سالم وكل ظرفه، طهورك يا سالم وكل ظرفه، وسعوا الميدان وباب العمارة، وسعوا الميدان وباب العمارة، طهورك يا سالم كله أمارة، طهورك يا سالم كله أمارة. لو سمحتوا يا اخوان، ليش بتزمر يا عم؟ لو سمحتوا يا شباب، بحياتكم لا تحت شوي، ما تعرفين هذا باب مرسى؟ وحياة الله، من 65 سنة اللي عشتهم ما شفت هالشوفة. أرجيلة على الشارع، في نص الشارع وكمان قدام المحل. إحنا واقفين بنص الشارع، إحنا واقفين بنص محلك. شو الدعوة؟ مش ناقصنا غير كل واحد بيطلع لي من محله بنقح كلام. يا عمي يرضى عليك، هيك بتقطعوا رزقنا. يعني بدها تيجي مرة، بدها تيجي ست، بده يجي زلمة بشوفكم بروح. عيب يا عمي، في قهوة للأراجيل، روحوا عليها. القهوة خنقة وهون البراد، الهواء بيلعب لعب. بيلعب لعب والله بيلعب، البراد تحت الشجرات كيف؟ والله بيلعب لعب. شو كان مزيع؟ وين يا نوقة؟ ايش يا عمي؟ يا عيب الشوم عليكم، من شان الله يا عمي ابعدوا شركم عنا من شان الله، بعدين مع النهار. والله يا عمي عيب عيب، انت وياه فش الكم خوات. اختي لو تنزل على هون بقص لها اجريها قص. ما هدول كمان زي اخواتك. جيب السيره اختي، هيني بقول لك، ها انت هذا عرض، ها دير بالك. تعال مصطفى، اسمع شو بحكي لك، بقول لك اخواتي على الشارع. يعني بالله عليك هدول لهم عرض، وهدول ما لهم مش عار، ما لهم مش اهل. وسيم وسيم، شو هاللمه هواتي باب هداك المحل؟ شو في يا زلمه؟ يا عمي اصرفكم انتوا، روحوا على قهوه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. جيب السيره تخلي. لا حول ولا قوه، خلص بدي ادق له باب المحل اشوف شو بده اياه. خلص يا عمي انتهينا من الحكي، خلص روحوا من باب المحل من شان الله. ادخل محلك وخليك بحالك. يا شباب في شيء؟ وانت كمان خليك بحالك وامعط منه. هي هي احكي زي الاوادم معاه.
خير عمي شو فيه؟ ان شاء الله انه خير يا عمي. الله وكيلك يا ابني، ما استفتحنا من الصبحيات بس بترجى فيهم شباب، ان شاء الله باب هالمحل اذا ما استفتحناش تطيع ولا الرايحه ولا الجايه مش مفتح حدا من شرهم. والله عيب يا شباب، الزلمه معه حق. ما شاء الله عليك، انت حضرتك المحامي تبعه يعني؟ يا زلمه ايش بدك تعمل بحاله تعش يا زلمه؟ شو دخلك يا عمي؟ ابعد لغايه بدنا نضل واقفين والزلمه يتفلسفوني. بدي اشوف انا واخو اخته، شارع ابوك ما هو اظني. هذا مش حكي يا اخي، هون باب مرزق، خلص اختصره، خذ صاحبك وتوكل على الله. بس خلي صاحبك يهدي، خليه شايف لحاله فيش حدا قد ربه ما شاء الله عنه. طب ماشي ماشي، اهبط اهبط اهدى. انسانة منهم يا زلمة، تعالوا قلت لك انسانة منهم، هدول اجوني والله ما انا عارف من وين، ما كنا مبسوطين. تعال تعال هدي، تعالوا على الشقة الثانية، تعال هدي بنات طالعين من الزلمة. طيب حقك علي يا عمي، الله يبعث لك الرزق. طلعت النورة ولا كل شيء مبين. يخلف عليك يا عمي، يخلف عليك، منيح اللي الله سبحانه وتعالى حتى بعدهم. بس شوف شوف رايحين برضه يأذوا البنات. العفو يا عمي، إذا أي واحد منهم ترجع بتشوفه هون هذا رقم تلفوني، اتصل علي وبربي لك إياهم. بس اختصر وسيم، مرات لما بتحكي بتخبص أنت. يا سيدي الله لا يحوجنا، تفضلوا تفضلوا يا شباب، فنجان قهوة ولا كاسة شاي. شكرا عمي والله تعبانين. أي أيوة بحياة الله، أنتوا شو بتشتغلوا؟ مراد هذا زي أخوي بتعلم صيانة ساعات كهرباء، وأنا بدي أتعلم قراءة عدادات إن شاء الله. آه مش عيب، كل الاحترام. المهم الواحد في هالزمن الصعب يا عمي يلاقي له شغلة تستر بهالظروف بدل ما يطلع صايع. الله يسامحك يا عمي. لا لا مش قصدي، انا قصدي هدول الشباب اللي راحوا الله وكيلك كانه فيش لهم اهل، من السبعة ونص دوام كامل من دوام المدارس، تقول للتنتين بضلهم زي المكوك في الشارع رايحين جايين رايحين جايين، وكلام الواحد بخجل يقوله ويعيده، وما بيخلوا حدا من شرهم، لا مرة ولا بنت ولا محجبة ولا غير محجبة، قاطعوا رزق الناس يا رجل. والله يابا الحق على أهاليهم يا عم، لولا الأس لو جيب السيارة من عند البريد أنا عشقت المغنية. اسمع 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 يا شمقرين، الحق على أهاليهم يا عم، لو الأهل بيسألوا بيعرفوا أولادهم وين بيروحوا وين بيجوا كان الوضع بتغير. المشكلة إنه في منهم بيجوا الصبحيات ومعاه شنطات المدرسة وبعد عشر دقائق تختفي الشنطة. بنايز بنايز أربعة والساعه تنتين بتلاقيه حاططها على ظهره تقول ما شاء الله الكامل الدراسه والتدريس. هاي انا تيس يا عمي. لا 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 اول مره بتحكي جمله مفيده. سلامه قيمتك يا عمي. يعني مش نافع بالمدرسه، الاستاذ سليم بشركه الكهرباء شافنا دايرين اخترع علينا الورشات وهينا الحمد لله زي الحلاوه ماشيين. الله يوفقكم يا عمي، بحياة دينكم تبعدوا من يا عمي، روحوا شوفوا لكم محل تاني يا عمي، في قهاوي من شان الله تبعدوا. يا عمي فيش كل رب هذا الشارع، هو في غيره من القدس؟ خلاص كل ما يجوا بالباب الزهرة من عند البريد اذا عند اسمي تاني، روحوا من هون روحوا من هون. توكل على الله يا رب، توكل على الله. الله ياخذنا يا عمي وريحنا يا مراد، روح على القدس يا زلمة، والله ايش الخر هذا، توكل على الله. روح يا مراد اتركني بس، امشي يا زلمة امشي امشي، انت عشان بيت حنين عليك فاعة بالليل، روح امشي اقعد انت شعر جعفر. يلا معلش يا ابو حقك علي، يلا السلام عليكم، يعطيك العافيه عمي. الله يوفقكم يا عمي. امان الله. شو هالبلاء هذا؟ الله انا تيس. ها انت اللي حكيت مش انا. استنى يابا شو بتسوي؟ بدي اسكر يابا، الله يرضى عليك، كفاها البال، اطلع المفاتيح والحارب السياره على الدار. حسبي الله ونعم الوكيل. بس لو وقتيش هالحكي. حشيش باب الخليل، والله لو إنا مراهقين. وماله هون، أحلى قعدة بهالبراد وأزكى حبتين بوزة، يعني لازم نروح على الكينيون. أي أنا ما حكيت هيك، عنا محلات كتيرة بس الناس مش معطية فرصة لحال حتى تسهر في هاي المحلات، لحد ما صارت القدس على الستة تسكر. والمشكلة إنه الناس ما بتروح عدورها بكير، لا عشارع يافا عالطالبية، يعني تلي بيوت زي ما بقولوا. هلأ على هالسؤال اللي سألته بدك تعمل لي محاضرة؟ مش قصدي، بس طالما احنا منتعامل مع القدس كأنها مش إنا معناته ما نلوم غيرنا، ما بحك جلدك إلا ضفرك، إذا احنا ما اهتمناش أهل البلد مين بده يهتم؟ معك حق، أنا وصحبات كتير بنكون حابين نطلع نسهر بشي محل، نتحدث، نشرب لنا فنجان قهوة، منلاقيش محل زي الأوادم، ف
فيش غير البسس والمستوطنين والحشاشين. بتعرفي في عندي فكرة اسمها نعيش الليل. بدي اقترحها على مجموعة شباب واكم من مؤسسة، يعني نحاول نخلي محلات الاكل والشرب والقهاوي والكافيتريات فاتحة طول الليل. والله انها فكرة محترمة، يا ريت. طيب ست رائدة، بعد ما حللنا الوضع شو مع وضعنا؟ شو؟ مش فاهمة عليك. امتى فاضي نروح نشوف الدار؟ امتى ما بدك، انا بقدر اخد ساعة او ساعتين من الشغل. اخر شعفات الدار، طابق تاني، غرفتين وبرندة منيحة مش بطالة، وحمام ومطبخ. منيح. امسك راسك بلاش الدوخي. من اجارها؟ بده 1000 مسكرين. $1000؟ ولا 1000 شيكل. الله اكبر، 3800 شيكل شهري، يعني 45600 شيكل بالسنة، يعني 5-6 سنين منكن اشتريناها. وبتنمرد لسه، بدوش ولاد، ما تدقوش مسامير، وبتدفعوا للأسانسير ولتنظيف الدرج والأرنونة عليكم. كل هذا وبدك إياني أشوفها؟ وأهم ما في الأمر بده 6 أشهر سلف، لأنه والله التعاون الهولندي دافع $2000، بس هو بحب ولاد البلد. واضح، والله ولاد البلد بموتوا عليه، ونعم المواطن. بقول لك ليش الناس بتهرب على الضفة؟ يعني هذا بقول للي إمكانياته متواضعة، في القدس تحلمش تسكن، شوف لك غرفتين بالضفة وبلها الهوية، والله نعم الانتماء. الوضع على آخره، الناس فاقعة معها. والحل؟ أنا اندورت، مش ملاقي شي مناسب. يا عمي أنا بقعد عندكم بالدار، غرفة إلي وإلك بتكفي عبل ما الله يفرجها، أما نحط 4000 شيكل شهري والله حرام. بس ما بسش، اللي بدنا نحطه لصاحب الدار من وفره أو من وفر نصه على القليلة عبل ما نلاقي إشي مناسب. طيب خليني أفكر. فكر على خاطرك، بس أنا بحكي جد. ماشي ماشي، وشو مع الشغلات التانية؟ سليم، فيش إلا أختك وإمك بالدار، هذا من جهة، ومن جهة تانية لو سكننا لحالنا واجبك كل يوم تطل عليهم وتشوف طلباتهم وتكسب رضا الوالدة، يعني كمان منوفر مشاويرك اليومية. الله، كم واحدة بتفكر زيك؟ كل واحدة بدها تعيش وتمشي أمورها لازم تفكر بهالطريقة، وإذا ما تحملناش بعض ما حد رح يتحملنا. لو إنك قادر وإمكانياتنا المادية منيحة كان طلبت منك فيلا وخدامة كمان. لا لا، الله يرضى عليك، خلينا على الأرض. حاسس راسي وصل السماء. أوكي أوكي، هلأ المهم إمتى بدنا ننزل على السوق؟ أنا ما إليش طول تروح على السوق، هاي إنتي وإمك وإمي، شوفوا شو المناسب واشتروه، بس من هون كله من القدس. ماشي، اللي بسمعك بفكرنا رايحين على تل أبيب نشتري. شو تل أبيب؟ شو تل أبيب؟ المسلسل الإذاعي حدوت البلد، تمثيل شادن سليم، دهود طوطح، سندس عرفة، دانا صغير، نضال أبو سلعوم، محمد الطويل، علاء أبو غربية، رشا الكرد، حسام أبو عيشة، أحمد أبو سلعوم. مونتاج رياض الخطيب. موسيقى عدي قطيني، براق نسيبة، عامر يامور. متابعة إنتاج بيسان نوفل. تنسيق وإشراف دهود أبو لبدة. إشراف عام لوسي